السلام عليكم. بمناسبة عيد الحب كنبغي نقول لكم باللي الحب ما عندوش عيد، خصو يكون كل يوم وكل شهر وبدون مناسبة. خصنا نشاركوا الحب ديالنا مع العائلة ديالنا من الصغير إلى الكبير، مع الأم ديالنا، الأب ديالنا، خواتاتنا وجميع الأصدقاء، بدون شرط أو لا يوم محدد. وبالنسبة لي جيت نهدي اليوم، هاد نقدم التحية لجميع الأم ديالي خصوصا، والأب ديالي والأخوات ديالي، وشكرا. كيف ما كتشوفوا اليوم عيد الحب، أنا كنهدي الهدية للأم ديالي كنحبها، والله يخليها لي والله يطولها في العمر. وكنقول لكم أحسن كادو اللي تقدر تفرحوا هو فرحوا الوالدين ديالكم. والله راه هما اللي صراحة تعبوا علينا، كبرونا وضربوا علينا التمارة، واللي عنده الوالدين ديالو الله يخليهم له، واللي ماتوا الله يرحمهم. ما كاينش لا حب لا والو. كادو البنات اليوم تينا كتشوف غير في القهوة كيشوفوا شي مناظر زعما الله زعما بنات الناس قلالين بزاف صراحة، قليل فين جبار شي بنت صراحة عندنا سيدة اللي تستاهل تجوج بيها فهمتي. اما الصراحه اللي كنشوفوا دابا اغلبيه فيما تشوف شي عائله تشوفها هي تخرج مع طلبة، تخرج معك تقول لك انا نمشيو نقهوى تشيشه، انا حقا خصني كيجي من انجلس تما. الحب اليوم ما بقاش صراحه، صعيب باش تجبر شي حب، من غير انا قلت لك قليل فين تجبر شي بنت الناس، شي بنت العائله اللي عاد تبغيك وتبغيها. اما دابا قليل فين كنشوفوا بنات فين غير كيبروفيتيو في الدراري وبزاف ديال الحاجات. اي والله بمناسبة عيد الحب غادي ناخذوا هذا الغرض للزوجة الوليدات ديالي صافي الله يحفظك. كل عام كنحتفلوا بها ضروري، هذه حاجة معروفة هذه. دائما كاين نهار اللي غيمشي الحب غيمشي كلشي، كاين حب الناس، حب الوالدين، حب الأخوان، حب الصداقة، الحب دائما كاين. نهار اللي غيمشي الحب ما يبقى حتى شي حاجة، هذه حاجة معروفة، حنا ديما كنحتفلوا بها. حد كيقول واحد هذاك قرك واحد فاش كيفكر، حق حنا كنفكروا عاوتاني بطريقه اخرى، وما كل واحد باش كيفكر عندك مادي، ولكن الحب ما كاين حتى شي حاجه، هو اجمل حاجه هي الحب. المناسبه ديال هذا العيد اللي كيقولوا عيد الحب انا ما كيشكل لي حتى شي مناسبه، فهمتي؟ العيد ديالي هو ومولادي الحمد لله والشكر لله والنعمه بالله، نوضوا الصباح نخدموا عليهم ونجيو في العشيه نتهلاو فيهم ونخرجوا معاهم، هذا الشيء اللي كاين. لا والو عمري ما احتفلت به وما كيشكل لي حتى شي اهميه، يعني ما كنامنوش به. هذا كنقال لك واحد شي واحد كنزنا مع شي وحده وسماوه عيد الحب، كانوا شنقوها يعني بتهموها بخيانه الزينه، وهذا كانوا ديك الساعه بقى ديك العيد هذاك بقى بالنسبه لي لهم، هذاك النهار التاريخ اللي تشناق فيه بقى ديك العيد رسمي 14 في الشهر. بين المجتمع بين الزوجين بين الحب الام والاب وحب الله اكثر واهم حاجه هو حب الله، هادشي اللي كاين. اليوم نقدر بهذه المناسبه هذه تسخرنا تسخر الوالده والحب كثير للوالده بزاف، قدرت حتى شي حاجه ما تقدر تفرق على الوالده، هذا الحب هذا
اليوم نفرحوا بالوالدين ونعرض الوالدين، ما كاينش شي واحد يغيرك الوالد. لا والو، ما كاينش شي وحده، ما كاينش لا تستاهل هذا الورد هذا عمري، ما كاين غير الوالدين. كل عام كنهدي الوالدين. كل عام كنهدي الوالده ديالي. اي والله. كنبغيها بزاف وكنهدي لها الهديه هذه من عندي. كاين الحب فيه وكاين المصلحه وكاين الحب الحقيقي اللي كيكون مبني على الحب حقيقي، فهمت؟ وكاين حب المصلحه. جيت للسوق باش ندي واحد الورده هنايا، نديها لواحد الام ديال الابناء ديالي نفرحها. المهم فهمتي، المهم نفرحوها شويه فهمتي، المناسبه هذا العيد هذا الحب. ايوا هذا هو اللي بغيت نقول. يعني كتحتفل في البلد العيد كل عام؟ وتقريبا مره كنحتفل مره على حسب. دابا غنعملوا صدفه ايضا، ندخل على المفاجاه على المراه، جينا خرجنا غير انا والبنت ديالي غندخلوا عليها صدفه، فهمتي؟ مفاجاه نعملوها انا وهذا ما كاين. Yeah.